الملتقى الدولي الثاني للعلاج بالفن. هذه هي الفكرة الموجودة وهذا الملتقى اللي البارح انطلق ويتواصل نهار الأحد في كلية الطب بالمنستير. هذاك علي سعيد جدا بحواري مع دكتورة هادي عبد الكافي. أهلا وسهلا بك مدام هادي. صباح الخير. صباح الأنوار. دونك هادي عبد الكافي أستاذ متميز بجامعة تونس المنار، الاختصاص متاعي هو الأدب الفرنسي، ولكن عندي زادة المام ببعض المحاور اللي هي تتعلق بالبسيكاناليز أنتخوتر وبالفنون بصفة عامة. اللي حاولت باش نتطرق له في المداخلة متاعي هو العلاقة بين التروما والإبداع الأدبي خاصة. دونك كنت تسمعوه كلمات بالفرنسية على خطر هذيك اللغة متاعي اللي نتعامل بها واللي قدمت بها المداخلة متاعي في هالملتقى اللي بصراحة أبهرني، وأنا منيش سهلة الانبهار كما يقولوا، أما هو عجبني ياسر ياسر. علاش؟ على خاطر نون سولمون لورغانيزاسيون اللي اكستراوردينير، اي ان بلوس لو بوبليك اي تري بريزون، الطقس حار جدا ولكن السالة تبارك الله معبية. وسي عبد الباسط تويتي اللي كرئيس الجمعية اللي بذلوا باش يكون هذا اللقاء بلوري ديسيبلينير ان كيلكو سورت، دونك يا دي انفيتي دو ليترانجي، مي جو في سورتو مانتيريسي ا ما كومونيكاسيون، جي ايسيي دو فوار كومون لو تروما بو اتر لو déclencheur de la création littéraire. Et j'ai fait la distinction entre la création et la créativité. Je suis remontée très très loin, à Platon déjà. Je suis remontée à la fureur, furor, et comment l'inspiration divine peut être à l'origine de la création pour aller vers des questions beaucoup plus intéressantes et importantes pour ce qui est justement de la production littéraire francophone en Tunisie. Et je me suis intéressée aux écrivaines tunisiennes francophones. Donc, je travaille à la barre الروايات خاصة منها ما طرقت ليش الكل بالعمق اللي أنا كنت نحبه اللي فماش متسع من الوقت. اللي حاولت باش نحكي عليه هو المؤلف متاع نعيمة أمين اللي هو ستانون دو بلوم، هي أمين عرفاوي واللي هي عندها عديد من المؤلفات. خدمت على النوفال متاعها الأقصوصة متاعها اللي في لا بلانيت بلو، لا نوفال سانتيتول إيسيا إي بارتي. جي ترافايي أوسي سور une autre œuvre, mais l'écrivaine elle n'est pas tunisienne, elle est algérienne mais elle vit en Tunisie, Wahi Bakhiari, où le mu'allaf mtaha chayiq jiddan à khatr عندها tariqa lel tatarruq lel trauma avec une stratégie narrative qui est très très originale. Le kitab mtaha le unwan mtaha huwa nous silence, mais thama adid min el ktashaftu hadhiya adid min el ma'at el katibat el tunisiyat ka Jamila ben Mustafa مؤلفة كتاب روبتور، كمثلا ليزان ترانكيل دو عز فيليلي، كالكتاب نتاع المرحومه فاطمه بن نفضيله اللي هو سيت ان ريكوي دو بويزي سوتيان غورج بورن، الى ايتي ترادوي بار جو كوا اون ليبانيز ان فرونسي، اما هو رائع جدا وتحكي على التروما نتاعها كلا فيكو. الله يرحمها توفيت في سبتمبر اللي فات. دونك المؤلف الكاتبات موجودات، نحاولوا باش نعرفوا بهم. وحاولت انا باش نطرح بعض الاسئله اللي ندرى التروما اسكيل بو اتر انترتوني بار ليكريتور، خاطر راح نحبوا نحكيوا على لا فونكسيون ليبراتريس لا كاتارسيس باغ اكزومبل. كانت اون اكري ليكريتور ال بيرميت دو سو ليبيري دو سو ليبيري دون شارج ايموسيونيل قويه ياسر، لكن ان ميم تان الكتابه تنجم هي بيدها تكون مصدر نتاع وي لوريجين ميم دان تروما. تعرضت له في الاخر بالكل كيفاش جبت على ألانا دو اللي هو عاش في تونس وتوفى في ظروف خايبة ياسر في 2015. ولكن علاش ألانا دو؟ على خاطر هو عاش ياسر في تونس كما قلت لكم، تزوج بتونسية، والمؤلفات نتاعو حاولت أنا باش قبل ما ناخذ الغوتريت باش نحط طالبة على المؤلفات نتاعو باش هي تخدم عليه. كتب لو جورنال دو نو إكخير وكتب ديكخير جاريت. دونك ديجا العنوان هذايا يوحي بالعلاقه نتاعو مع الادب. ما نجمش نتعرض خاطر باش نعاود محاضره اخرى للاطراف الكل. اللي انا نحس به هو كون الموضوع شيق جدا وموفاش بالكل، وبالعكس انا حتى الملتقى هذا حل ياسر بيبان. فما شكون جاء قال لي هذا راهو تعمل به كتاب مؤلف، قلت له ايه بوركوا با، سي فريمون اون تري تري بون ايدي كو دو لو فير. وان شاء الله نكونوا موافقين في في كومون دير لي بروجي في المشاريع نتاعنا نتاع التاليف ونتاع البحث.
personnellement باش نقول لك نفرح وقت اللي نلقى entre les artistes les docteurs اللي في تونس avec leurs idées en tête entre la science et l'art انهم اليوم نلقاهم في انفي كيف هذايا ça ça fait plaisir pour toute la Tunisie هذا معناتها اللي مو ريتو عند الناس الكل انا دكتور والله هذه حركت فيها حاجه خاطر انا ان فيت سبيسياليست ما نحبش الكلمه هذيا انا جي في ميز اتود ان ليتيراتور فرانسيز دونك دكتور ان ليتيراتور فرانسيز مي جي ترافايي سور ان اوتور كي بويت اي رومانسيي فرونسي اللي هو من الاولين اللي ترجموا البسيكاناليز تاع فرويد دونك هذيا خلتني انا نهتم بالبسيكاناليز الحاجه الاولى حل بحر وان بلوس هذا ليكريفان هذيا وقت اللي يكتب عنده كتاب اسكون ابل ليكريتور كونكريتيست كونكريتيست سيتادير كيليا اون ايكريتور ارتستيك بلاستيك دو لا باج دونك مشيت في المجال نتاع ليتيراتور اون بعد كيف اللي خلقت شويه على خاطر انا نقلق في ساعه من الحوايج لي سانتي باتو جو نيم با ترو جيساي دالي فير لي اوريجيناليتي مش معناها باش نطنب في نفسي ولا في شخصي اما هذاك هو مع الاحساس اللي عندي انا دونك حاولت باش نتطرق للعلاقه بين لاخ لي ميديا إلى لا ليتيراتور وقت اللي تنقلت خاطر عملت 20 سنه في جامعه صفاقس ومن بعد 13 سنه في جامعه تونس المنار عاودت المشوار واسست وحده بحث اخرى اللي هي تهتم بالانترميدياليتي سيتادير الوسائط سي لا ريلاسيون لو ديالوغ لا كونفيرجانس انتر ميديا ار اي ليتيراتور والطلبه الحمد لله تجاوبوا مع هذيا وخدموا في هالمجال لا ديسيبلين اللي هي الانترميدياليتي راهي ماهيش معروفه وقت اللي انا اسستها ان 2012-13 اون فادير ا ببري ماهيش معروفه ما نعرفش توا شنو اللي صار فيها ما نعرف اللي هذا الميدان ديفلوبي اكثر في بلجيكا في فرنسا اي اما اكثر في بلجيكا وفي كندا الانترميدياليتي يا بوكو دو ستركتور يا بوكو داسوسياسيون بوكو دو ريفو سور الانترميدياليتي علاش على خاطر هو الابداع ابداع واحد اي جينيرالمون فما دي ارتيست بانتر انتر اوتر بلاستيسيان سكولتور اكسيتيرا كي اون اكري اوسي ان ليتيراتور دونك ils ont créé des œuvres littéraires ou ثم زاد des écrivains, poètes, romanciers qui ont essayé d'aller vers l'art, qui sont allés vers l'art. Donc, les passerelles, elles existent, mais au lieu de dire, déjà, écrire, c'est dessiner, l'homme primitif, quand il écrivait, c'était qu'il dessinait. Voilà, donc, et puis l'enfant, quand il commence à manipuler ou à manier un crayon ou n'importe quel outil, même, voilà, il dessine, même sur le sable, il dessine, et cette écriture, ce dessin est déjà une écriture. Voilà. Donc, c'est surtout la poésie, ça. Donc, la création, le processus de création qui m'intéresse de manière tout à fait transversale et plus particulièrement dans ce qu'on appelle la postmodernité. Mais بعد الحديث اللي هو un concept qui n'est pas tout à fait, qui n'a pas encore autour de lui un consensus, je connais la surmodernité, anti-modernité, etc. Mais la postmodernité, moi j'essaie de travailler sur les problèmes postmodernes اللي متعلقين non seulement par la création, لكن زيدا متعلقين بالمشاغل والمشاكل اللي احنا نحسوها تو تروما تو حدث الساعه كان تجي تجبد على لاغير او سودان تجبد على لاغير في روسيا اوكرانيا كانك تجي تجبد على سيتواسيون دي ريفوجي حتى تو كاسو كي سو باس ان تونيزي تو دونك سو سون دي بروبليم داكتواليتي اي لا كونديسيون دو لا فام ان بلوس لا كونديسيون دو لا فام عرب دو مانيير انا جو نسوي با سيكسيست ما فماش فرق بين هذا وهذا اما لا كونديسيون دو لا فام عرب اي سورتو توا لو باترياركا كي دو بلوز ان بلو دومينون يخليك تتسائل في وقت اللي احنا توا عملنا فيه انجازات كبيره عملنا فيها دي ريفولوسيون في دي ريفولوسيون براتيكمون كل يوم الريفولوسيون نيميريك الانتيليجنس ارتيفيسيال الكل لكن La femme, elle se débat encore dans des problèmes qui sont à caractère, disons, assez primitif, traditionnel et assez primitif. Voilà. Je suis intarissable quand on... Et en plus, c'est très, très sympathique la manière de votre écoute. Non, c'est intéressant, madame. C'est notre part. Nous, on passe un autre message à les médias, aux radios. Oui. C'est grâce à vous, grâce à une radio, et nous, le grand public découvre autre chose. Mais le quotidien est qu'adil, n'est-ce pas, fille. Et dans notre calcul, et ça se passe avec l'état top de mon essai. La multa cadeau à l'effet, il a élevé le fan. Docteur Hadi Abdelkafi, un grand merci pour l'interview. Merci. الحياة FM. الحياة FM. زهرة الحياة.